عسلم، انا دييغ من منظمة اليرت، وهذه حلقة جديدة من بودكاست ملخ. مرحبا. رجعنا لكم بديكور جديد في حلقة جديدة بعد شهرين من الغياب، شهرين من الخدمة من العمل الميداني. واليوم رجعنا لكم بموضوع يهم التوانسة الكل، اللي هو قطاع الدواجن في تونس. تحضر معنا اليوم حاذمي. مرحبا حاذمي. عسلامة. حمدي. مرحبا. بيه بور كومونسي، لو كان نفسروا للتوانسة بس للمشاهدين، مين يجينا الدجاجة ذي وشنو احتياجاتنا في السوق التونسي؟ في تونس ما نحققوش الاكتفاء الذاتي من الدواجن، هاوك علاش ما نجموش نحكيو على ثروه حيوانيه فعليه، وهاوك علاش زيدا نوردوا كل عام مليون فلوس اللي هما 5 جينيراسيون يتسميو. المليون فلوس هذاك يعطيونا 130 مليون دجاجه اللي هي 6 جينيراسيون. على كل كيلو اللحم نتاع دجاج حي عندنا 700 غرام لحم قابل للاستهلاك، دونك يولي عنا في العام 163 ألف طن اللي هي تغطي الاستهلاك الشهري متاع التونسي. سمحني، السنوي 163 ألف طن اللي هي تغطي الاستهلاك الشهري متاع التوانسة من اللحوم البيضاء المقدرة ب 13 ألف طن. وهذا كل عام نستوردو مليون؟ اي بيان سور كل عام. وسي حمدي، عندك شي فكرة كيفاش يتم هالتوريد معناها، وقديش وشكون يجيبهم؟ بالنسبة للتوريد هو خضع الترخيص من وزارة التجارة والفلاحة، يأخذ رخصة التوريد، وبموجب رخصة التوريد هذيك فما إعفاءات ديوانية وجبائية لشركات الموردة. الهدف متاعها هو الضغط على كلفة الإنتاج باش المواطن يستهلك المنتوج من اللحوم البيضاء والبيض بأقل سوم ممكن. واضح. شو صار رخيص معناها؟ شو صار؟ مشي نحي جزء من كلفة الانتاج في بلاصة فما معاليم ديوانية وجبائية تتنحى هذيك، وأقل سعر الاستهلاك. هذا الهدف متاع الإعفاءات الجبائية، وتتمتع به كل الشركات الموردة اللي أمورها الجبائية مواضحة مع الدولة. إذا كان أنا حبيت نجيب مثلا فلوس، معناتها نعمل امبورتاسيون نتاع الفلوس وأنا مانيش مخلص لامبو، ما تمتعش بالعفايات الجبائية هذيك والديوانية. كونكريت ما وصل للمارشي، شكون قاعد يجيب؟ بالطبيعة عندنا شركات كبيرة هي اللي متحكمة، معناتها عندها الكوتا الكبيرة في الامبورتاسيون هذي، وبعد تصير ديستريبيسيون سويفون دي كوتا أخرين. فما الكوتا دامبورتاسيون، فما الكوتا ريبرودكسيون. نظام الحصص باش نرجعوا له. نظام الحصص. لو كان جست نفسروا بعد ما جبنا الفريز هذوما كيفاش مراحل الإنتاج تصير في اون فيت تتقسم على 3 مراحل. عنا من الأول المحاضن لي كوفوز اللي يصير فيهم التفريغ، ومن بعد فما المداجن اللي يصير فيهم التسمين. هذوما زوز خاضعين لوزارة الفلاحة. ومن بعد في الاخر في التخزيم تبع عندنا المذابح لي زاباتوار اللي هما خاضعين لوزارة الصناعة. بيان سور هذايا الكل معناها كيفاش يخدموا كل خاضع لنظام الحصص اللي باش يفسروا اكثر. حمدي، جوست قبل بلي نظام الحصص، قداش عندنا من المدجنة، قداش عندنا من المذبح؟ كان عندكم فكره؟ احنا تو ما عادش نجموا نقولوا قداش عندنا من مدجنة وقداش عندنا من المذبح وقداش، على خاطر كان الميدان تربية الدواجن وانتاج البيض وانتاج اللحوم كان مفخرة لتونس، اللي احنا ما نستوردوا حتى كيلو عظم وما نستوردوا حتى كيلو لحم مثلا. توا وصلنا لمرحلة اللي أغلبية المنتجين خرجوا من حلقة الانتاج، معناتها إذا كان اليوم عطيتك إحصاء على عدد المداجن غدا باش تلقى إحصاء جديد. فهمتني. احنا توا تعدينا من 6000 مدجنة ل 1000 مدجنة. ديك الرومي ما علاش نتصور، اما كونكريتمون اليوم المذابح قداش موجودين؟ المذابح ديكوز مثلا قداش؟ المذابح عندنا 16 مذبح ومنهم 10 مذابح معناتها للشركات الكبرى. معناتها حتى المذابح اغلبيتها سكرت، خسرت برشا فلوس وسكرت، ما عادش تنجم تقاوم الوضع الموجود تو. باهي، نوصلوا هوني لنظام الحصص اللي بالنسبة لنظام الحصص، الحصص مقسومة على ثلاثة، اللي هي حصة للمحاضن اللي هي 73%، وحصة للتعاونيات الفلاحية
اللي هي 10% وحصة للمذابح اللي هي 17%. سامحني بالله لسيد المشاهدين واللي هي نقدرش نفهمك فيش تحكي. الحصص هذوما بالنسبة للفلوس اللي نجيبوهم من برا. بالنسبة للكوتا دامبورتاسيون، احنا الكوتا دامبورتاسيون تحددها إدارة الإنتاج الفلاحي باش تتحكم معناتها في السوق في الإنتاج باش نحافظوا على المنظومة اللي هي نظرية، باش نحافظوا على المنظومة اللي هي قاعدة ماشية وتتحطم المنظومة. وهوني قلت لي المذابح عندهم كوتا زاد في الفلوس. بالنسبة للي كوتا تتقسم ما بين الفلاحة وزارة الصناعة. بالنسبة للكوتا متاع الفلاحة تحددها جنرال مون ليتاب، وإدارة الإنتاج الفلاحي هي تخرج القرار الرسمي متاع الكوتا اللي تتعطى للمفارخ وتتعطى للتعاونيات الفلاحية. وبالنسبة للمذابح تتلاقي بهم الغرفة النقابية اللي مضوية تحت لوتيكا. بالنسبة للتقسيم متاع الكوتا هذوم، الناس كلها تعرف اللي تعاونيات الفلاحية مهمة الانتاج ما عندهاش هي محاضن، تولي تعمل عقود انتاج مع الشركات الكبيرة هذه، وعملية الحاضن تصير عند الشركات الكبيرة، وبعد يتعديلها الفلوس وعاود الشركات الكبيرة تاخذ من عندها الدجاج فيني الفاز معناتها التيرمينال نتاع لونغريسمون وتعديلها بتاج عندها هي. بالنسبة للكوتا نتاع المذابح، عليه عندنا كوتا للمذابح على خاطر المذبح هو المهمة متاعو هو هي الذبح، ما عنده حتى دخل في منظومة الانتاج الأخرى. كيما يلقاش الكوتا هذيك مخصصة للمذابح باش الفلاحة اللي تتعامل معاه يربطهم بعقود انتاج، يعطيهم الفلوس باش ينجموا هما يعملوا لونغريسمون متاعهم، وبعد البرودوي فينال باش يرجعوا اللي هو باش يذبحوه. معناها كونكريتمون موجوده باش تحمي المذابح الحقيقيه هذيا باش تحمي منظومه كامله لمصلحه الفلاح ولمصلحه المذابح ولمصلحه الناس الكل. هوني فماش معناها منظمه وطنيه كذا تاثر الشيء هذا؟ كيما قلت لك المذابح ترجع لليوتيكا. بما انه صناعه وتجاره، بما انه احنا النقابات نتاعنا كلها رعايه، باش نجي انا نحدد الكوتا نتاع المذابح. احنا قلنا من الاول اللي المذابح اغلبيتها فلست، واللي قاعدين يشريوا في المذابح هذه الفلسه هما الشركات الكبيره. الشركات الكبيره هذه خذت اكثر من 50% من المذابح، معناتها في الغرفه النقابيه للمذابح هما كلمتهم اللي باش تمشي. كنا قبل الكوتات المقسومه على المذابح فيها بليزور كريتير باش تنجم تاخذ انت باش تاخذ الكوتا نتاعك. مثلا نعطيو الكريتير من الكريتير، قد يتخدم من خدام في المذبح نتاعك، الشروط حفظ الصحه، معناتها عملت سيرتيفيكا نتاع حفظ الصحه، اذا كان انت مثلا عملت سيرتيفيكا تاخذ 10 بوان، اذا كان انت اون كور دو سيرتيفيكاسيون تاخذ 5 بوان، اذا كان ما عندك سيرتيفيكا ما تاخذ حتى كوتا. وعندك الكوتا نتاع البرودكسيون ريال نتاعك، هذه كانت المعمول به ديرنيرمون. جاو شنو يعملوا؟ نحاو الكوتا نتاع البرودكسيون ريال، ولات كاباسيتي دو برودكسيون، معناتها انا مذبح نجم نكون عندي مذبح 1000 طير في الساعه ولا في الدرج، يعني نجم نخدمو كان 500 طير، ناخذ الكوتا هذيك على 500 طير مش ناخذ انا على البلافون. تو يحبوا يردوها على البلافون عليه، على خاطر الشركات الكبرى هذه هي ولات معايمه على الواحد، باش تولي تاخذ الكوتا نتاع الكوتا الكبيره نتاع المذابح باش تضمها للكوتا نتاعها. فما نقطة أخرى، كي نجيو احنا الشركات الكبيرة هي نقولوا ماخذة 30 شركة من الشركات ماخذة 30% من المارشي بالكوتا نتاع اللي ماخذتها، وبالعقود الإنتاج وبالتعاونية وبالمذابح اللي تكسبها وليت ماخذة 45% وقريب باش توصل 50% من السوق التونسي. اللي هما شكون الشركات هذوما؟ معروفين، هما شركات الالياف بصفه عامه اللي عملوا انتجراسيون فيرتيكال من الالياف، اللي ينتجوا في اللحم وينتجوا في البيض، وهما المنافسين المباشرين للفلاحه اللي ما ينجموش ينافسوهم. باهي، والشيء هذا كيفاش ينعكس على السوق التونسيه معناها كوسوسوا اليوم كوسوسوا 10 سنين الاخرانيين؟ كان عندنا فكره حتى من قبل الثوره وانت جايه.
قبل 2010 كانت السوق مقسمة، الحصص الكبيرة كانت عند عائلة طرابلسي ومجمع بولينا، والحصص الصغار كانت عند مستثمرين مازالوا معناها كيبداو كيدخلوا في المجال هذا. بعد ابارتير من 2010 حتى 2014 تم تحرير السوق، برشا مستثمرين نجموا يكبروا في طاقة الانتاج نتاعهم، وديجا ولينا احنا نوردوا للسوق الجزائرية والسوق فوالا ولينا نصدروا للسوق الجزائرية والسوق الليبية. اما ابارتيغ من 2014 تخذ قرار اللي مازلنا لتوا قاعدين نشوفوا في التداعيات نتاعو، اللي هو منع التصدير، منع التصدير باش تعقيبا على كلامك، التوسيع هذايا ما صارش معناتها حسب دراسات، صار حسب اللي بعد الثوره الليبيه السوق الليبي معناتها مفتوح، الانتاج نتاعهم متعطل حتى كان فما انتاج، دونك وصلنا معناتها وصلنا الكاباسيتي دو برودكسيون كبيره ياسر باش نغطيو في الانتاج اللحم والبيض مع بعض. الناس الكل وسعت، فما شكون وسع 100 مره 10 مرات و20 مره قد الكاباسيتي دو برودكسيون نتاعو انيسيال، وفما شكون استثمر جديد وكل واحد كيفاه، فما شكون بلاش رخصه، تحرر السوق ما عادش مربوط بالكوتا، وليت انتج قد ما تحب ما دام فما عندك المارشي الليبي، انتج قد ما تحب. جاء قرار وزاره التجاره 2014 منع التصدير، بدات المشكله. ونعطيو احنا جانب اخر من عمليه التوسعه هذه، التوسعه هذه جات بمسانده الشركات الكبرى اللي هي شركات متاع علف الفلاحة كلها، وليت بتبع معناتها تبعية للشركات هذه. سمعني كان فسروا جزء السادة المشاهدين شنو العلاقة بين العلف وتربية الدواجن. احنا كان الناس تفرجت في الحلقة اللي قبل حكينا على منظومة العلاف. منظومة العلاف تحكم فيها ثلاثة شركات، هما اللي يوردوا المايس، وفما شركة تونسية هي اللي تخدم السوجا في تونس، تخرج الزيت ويقعد ترتد سوجا ديشي يتباع كمدخلات أعلاف. هذوما متحكمين في السوق، يبيعوا يعملوا الامبورتاسيون متاع الأعلاف ويبيعوها كمدخلات انتاج، ويعملوا عملية التحويل للأعلاف المركبة. وإحنا نعرفوا اللي الفلاحة التونسية فلاحة بسيط في المجمل، معناتها صغار الفلاحين، معناتها نقولوا احنا 90% تاخذ في الاعلاف المركبه. وليت الفلاحه اللي يخدموا في السيكتور الدجاج والعظم في تبعيه للشركات هذه، خاطر يسيبوا لهم الاعلاف ويخلصوا بعد شهر بعد شهرين بعد. وكونكريتمون قداش توزن معناها الاعلاف في وسط تربيه المداجن؟ في التربيه، في تربيه الدجاج والطيور بصفه عامه عندك 70% من التكلفه نتاعك هي علفه. باهي. بعد المنع هذا الناس طالبت برجوع لنظام الحصص لحماية أنفسهم. رجعنا في 2016 نظام الحصص والغينا حرية السوق. أما المشكلة بعد اللي الحصص هذه ما عادش تتفرق بعدل. أنت الشركات الكبيرة زادة هي وسعت في الانتاج متاعها، ما تنجمش تتنزل لك هي على الانتاج متاعها باش تعطيه الفلاح صغير. امبوسيبل. يعني نعطيك مثلا، فما شركه عام 2010 عندها 600,000 محمل طير دجاج الديستيني للعظم. عام 2020 عندها قريب 4 ملايين محمل طير في نظام، في منظومه قاعده تتاكل وقاعده تنهار وقاعده. كيفاش هذه صارت؟ على خاطر فما التبعيه نتاع الالياف. الناس تاخذ وين باش نبداو واضحين، نحكيو على شهيه معناها نورمالمون تبعيه نتاع الالياف، بيسكو هو منتج للالياف والناس تاخذ من عنده بالكمبيالات وبالشيكات تصير بعد عمليه المقايضه، مقايضه الشيكات هذيك والكمبيالات بالمداجن اللي عنده. يفرس المربي هذا نشري له المدجن. نحكيو احنا نحن في العموم هذاك السيستم الممنهج توا لتركيع الفلاح باش تولي معناتها دي مونوبول. اللي كنا 6,000 المدجن بين 1,000 توا وغدوه ما نعرفوش قد ايه، والعام ويمكن العام الجاي ما عادش نلقاوهم جمله واحده موجودين في السوق التونسي.
نرجع لتسلسل الأحداث بعد رجوع النظام الحصص اللي هو غير عادل. وأحنا on sur production وصلنا 250% من احتياجات تونس، ما ليش لقين ومش نحطوه بطرق شرعية وغير شرعية. عليه خطر أنت كي ترجع للنظام الحصص الغير عادل إذا اللي هو مربوط بالتبعية بالعليف، اللي يأخذ علفة يأخذ حصة وأكثر من حصته. عليه خطر الحصص اللي موجودة هي موجودة من عام 2010، ما هيش مبنية على التوسعات اللي صارت بعد 2011. جي أنت مثلا أنت عندك مقيد للبطاقة متاعك اللي أنت عندك طاقة إنتاج 10,000، تأخذ على أساسهم 10,000 أم ذاكم وتنتج بهم. أما كي أنت تتعامل وعندك عقود إنتاج مع شركة الألياف هذيك، يعطيك هو أكثر من الكوتا متاعك ويحرم من يحرم فلاح آخر من الكوتا متاعه. معناها معايا وشري من عندي بالطبيعة. بعد احنا الفلاحة اللي محرومين من الكوتا متاعهم واللي عنده طاقة إنتاج عمل هو استثمار، المدجنة متاعه كانت يخدم في 10,000 طير، عمل الاستثمار 100,000 طير، يلزمه يرجع الاستثمار متاعه، يولي يمشي لطرق غير مشروع. احنا الأمهات ذوما يلزمهم يذبحوا بعد 84 أسبوع من الانتاج، تكمل سيكل دو برودكسيون متاعها بالقانون تتذبح، يولي هو يطول لها في سيكل دو برودكسيون يوصلها ل 105-110 وينجر عليه يستعمل برشا أدوية وأمراض وحاجات ما نحبوش نوصلوا لها. وفما فولي آخر اللي هو التهريب، اللي هو التهريب والناس الكل في بالها بيه والحكومة في بالها بيه وما لقتلوش حد، ومش ما لقتلوش حل، ما حبش تلقى له حل. نجيو احنا ل 2018 بشكل سياسية وسنة انتخابية يلزمنا نضغطوا على أسعار اللحوم البيضاء والبيض، نسعر ونجي وشني نعمل سي عمر البيجي سعر في وقت يوسف الشاهد، في وقت يوسف الشاهد واللي هو يعرف التكل واللي سبق معناته قاعدين يحضروا في التكل في الحقيقية الانتاج وسبقها وحدد الأسعار البيع متاع العظم بار اكزامبل 840 فرنك واللي هي كلفة الانتاج متاعها في 820 مليم، معناتها انعدام هامش الربح. وفي نفس الوقت مع تسعير المنتجات هذه في نفس الوقت عندنا لجنة الألياف اللي هي تنصل بوزارة الفلاحة اللي هي نورمالمون تجتمع كل شهر باش تدرس الأسعار متاع الألياف وتحددها. قبل 2017 كان هامش الربح في الألياف 7%، بعد 2018 ولا هامش الربح وصل لفات 50%. اللجنة هذيا ويني ما تخدمش على الروحة ولا أنا نتسأل وين اللجنة هذه اللي هي تضم وزارة الفلاحة واليتاب والمصنعين. تجتمع تخرج في دي بي في تتكلم. نورمال مو الدور متاعها هي رقابي وتشوف الأسعار العالمية وتشوف الأسعار اللي موجودة في السوق وتحدد هي هامش الربح، معناتها ما عندوش الحق يجيب في سلعة ويبيعها كما يحب هو. خلينا في حكاية ضغط على الأسعار. معناها انت في وقت يوسف الشاهد مع وزير التجاره نتاعو ضغطوا على سعر العظم والدجاج لغايه انتخابيه باش المستهلك يلقى اسعار مستقره واحد، واحنا وفر لكم العيش الكريم ومن طون قتل في العرفه بالغالي من عند الشركه، هو قاعد يقتل وقته في الفلاح. كي نجي انا الفلاح ديما باش يلقى روحه هو الحلقه الاضعف في وسط الانتاج، كان معناها كان الكودرافيان نتاعو يتكلف اكس وهو يبيع بالخساره معناها باش يموت الكل. مش يموت الكل عليه خاطر الشركات الكبيره هذه هي منجا للالياف وقاعده تربح في ربح فاحش في الالياف. ما تنجمش انا كفلاح صغير نحط روحي على قدم مساواة مع شركة ذيك عليه خطر هي عندها 40-50% على الأقل من سعر الألياف أقل، معناتها أنا مثلا طرناطة العلفة تكلف لي مليون، هي تكلفنا ب 600 دينار، معناتها هو نقص 400 دينار من قيمة أوبير سي مونكا غاني، سي مونكا غاني ما يوصلش يخسر. هاوكا طفيو عليه، هاوكا قالوا له من سعروا لكم المنتجات، وعندك اون كونتر بارتي طفينا الضوء على الألياف اللي وصلت المربح في الألياف قريب 300 مليار مقابل خسائر نقولوا خسروا 60 مليار، حكاية فارغة فالجير. فهمتني هما سي تامون كغني على خاطر الكلفة نتاعهم الجيج يغطي فيها من الأرباح نتاع الألياف، هما ريالمون ما يخسروش خاطر الكلفة نتاع الألياف رخيصة مقارنة بالفلاح العادي. من وقتها
تو مثلا نعطيو احنا مثال القطاع البيض 25 شهر بدون ارباح، اخر احصائيه تقول اللي 33% خساره في البيض. انا الكلام اللي نحكي فيه حالمي شنو هو انعكاسه على المواطن العادي، خاطر انا تماما كمواطن عادي ما يهمنيش كون مشي بيها لي معناها راس مال فلاح كذا، انا كسعر هل باش يقعد السعر نتاعي في المتناول ديما والا لا؟ هو بالنسبة للمستهلك العادي الأسعار متاع اللحوم البيضاء في المتناول سرتوك تقارنها باللحوم الأخرى، إما هذا ما يمنعش اللي راهو الوضعية الكارثية اللي قاعد يمر بها السوق باش تعطي بعد انعكاسات حتى على الأسعار متاع اللحوم البيضاء بالنسبة للمستهلك العادي. علاش؟ على خاطر فما استغلال الوضعية هيمنة وفما اتفاق بين ثلاثة أطراف اللي خليهم هما الوحيدين اللي نجموا يتحكموا في السعر وفي الكمية وفي الجودة، هذا يخلي المستهلك التونسي تحت رحمة الأطراف الثلاثة هذوما وهما اللي قرروا وقتاش يحبوا يرفعوا مع بعضهم في السعر وقتاش يحبوا يطيحوا فيه. هذا انفو كان معناه قاعدوا كان هما في السوق وشوالي. انا نعطيك اكزامبل معاكس، مثلا في منظومه الديك الرومي كانوا فما 360 منتج، 360 منتج كلها اندثرت، قعدوا الشركات هذه الكبيره شوف انت اسعار الاسكالوب والمنتجات اللي تابعه للديك الرومي ديما في تصاعد. كانت مثلا كي نقارن انا السويه 5 سنين التالي واحنا نلقاها توا الدوبل وما فماش عباره ما فماش منافسه والناس كلها متفاهمه على الاسعار. توا يظهر لي كيلو الاسكالوب ما بين 14 و15 دينار، العظم لومبالي كي تجي تحسبها بالحارة ب 1800 فرنك، إذا كان معناتها تندثر المنظومة هذه ما عادش تلقى العظم بالحارة باش تلقى لومبالي شري ب 1800 فرنك. واضح باهي. هوني السؤال زاد اللي نحب نسأله، هل نسميه احنا بارابور لي بري مونديال مونديو السوم الدجاج في تونس يتسمى غالي بارابور العالم ولا رخيص ولا؟ أنا عندي إجابة خطر دخلت توفرت لي المعلومة قبل ما ندخل ونصوره. في المارشي دو غرو في باريس سوم الدجاج 2.3 أورو الكيلو، وسو نفس السوم في تونس 1.8 أورو. معناتها أنا كي نقارن السعر في تونس بالسميق متاع تونس ونقارن السعر في فرنسا بالسميق متاع فرنسا اللي هو 1200 أورو واحنا السميق نتاعنا 100 اورو معناتها 12 مره، نقول احنا شنو منظومه الانتاج اللي عندنا؟ فهمتني؟ في انا نتحدى معناتها الشركات الكبيره هذه توفر لنا اسواق خارجيه، يعني خاطر ما تنجمش توفر جوده ما تنجمش توفر الكلفه معناتها. هو كيما مستأنسين نشوفوا اللي طونك فما نظام رايي فما عباد قاعده في زندو كونفور نتاعها ما نجموش يدخلوا ينافسوا ما ينجمش، هو لاقي قاعد يربح بالساهل، هو لاقي مرشي محلول اللي هو بركه بامتيازات اللي هو بركه ويربح في ربح فاحش بدون رقاب. عليه انا نجي نعمل مجهود باش نصدر باش نكون كومبيتيتيف مع التراك ولا الفرنسيس ولا نكسر في راسي باش نربح فرنك وزوز فرنك وانا ربح 50 و60% وانا قاعد في بلاصتي. حتى واحد في العالم ما يعمل تلقى امتيازات باش تتمتع بالامتيازات نتاعك، تصور في الفلوس، تعبي في الفلوس، تعبي في الفلوس وقاعد على روحك. ولا ناحيه الجوده هما ما يحسنوش في الجوده نتاعهم وفلاحين بالطبيعه ما يحسنش في الجوده، هو ما دام هو المنتوج نتاعو باش تبيع هكا ولا هكا بالجوده ولا بلا جوده باش تبيع، عليه انا نصرف على الجوده ما نصرفش. هوني الاولاد عندنا شي حلول معناها نجموا نقترحوهم ولا نشوفوهم للمشكله هذايا الكل؟ بيان سور فما حلول. اولا انه نظام الحصص هذا يولي عادل اكثر باش الفلاح يولي يلقى حظه في وسط في وسط القطاع هذايا اللي ولا حكر الشركات الكبيره اللي هي ولات تستغل في الوضعيه الهيمنه نتاعها باش تقضي على المنافسين الكل وما تعطيهمش حتى فرصه باش حتى هما يلقاو بلاصتهم في السوق. عندنا زيد اللي يلزم الدوله تتدخل باش
باش تقضي على التهريب، خاطر حتى هي قاعده تاثر سلبا على السوق. وبيان سور ما ننساوش ذبح الامهات اللي خرجوا على سيكل دو برودكسيون ديجرا، ونحكي ديما على الدجيج. اي بيان سور اللي خرجوا على سيكل دو برودكسيون، خاطر كيما بكري قال حمدي نورمالمون بالقانون الدجاجه تقعد 90 اسبوع معناها في السيكل دو برودكسيون بالنسبه للبيض. فوالا كي يوفاو ال 90 اسبوع هذوكم يلزم يتم ذبحها. توا الفلاح بيسكو معاش عنده معاش يلقى فرصته بنظام الحصص الموجود توا، ولا يعمل معناها في يستخدم في الادويه ساعات وكل باش يخلي الدجاجه تقعد اكثر من 90 اسبوع وتولي معناها هذا الكل بيان سور بطريقه ماهيش قانونيه، وهو ضحيه اونفان تاع على خاطر كيما قلنا بكري نظام الحصص اللي ماهوش عادل. بي بالنسبة للحلول، هو راه ما فماش حلول سحرية، هو راه قطاع ذا مرتبط بقطاع آخر اللي هو قطاع الأعلاف. إذا كان احنا استنينا الأمر الحكومي اللي نورمالمون من مارس يتعمل، باش نقول لك فما مقرر، هو خرج فما زوج مقررات. المقرر الأولاني حدد هامش ربح في المدخلات الانتاج نتاع الاعلاف 20%، اللي هو حل اللي نصوروا باش اللي مش حل على خاطر المقرر عندك الحق تجدده مره بركه ديرو سي مو وبعدها ما عندوش الحق وزير التجاره باش يجدد مره اخرى. امر حكومي يلزم فما امر حكومي. المره الاولى جد تعمل ب 20% هامش ربح، المره الثانيه ب 10% هامش ربح، ومع عدم احترام هامش ربح هذا عليه ما طبقش. باش نقول لك هو طبق، هو طبق في مده معينه. مثلا نعطيو احنا تورتو سوجال تبيع ب 1600 ومليون و 620، وقت اللي سعر العالمي شد ارتفاع تورناتا، وقت اللي سعر العالمي شد ارتفاع وتورناتا نتاع تورتو سوجال 460 يورو. اليوم خاطرني انا في متابعه مستمره للحكايه هذه، اليوم سعر العالمي 344 يورو، معناتها 344 يورو، فما فرق نتاع 120 يورو كي نضربوها، معناتها نشوفوا تحويل العمله التونسيه نلقاها قريب 500 دينار. 500 دينار وزيد على 10% اللي قال هامش الربح، معناتها رجعنا لهامش الربح نتاع 30 و40 و50%. معناتها كي طاح السوم في السوق العالميه ما طاحتش السوم بالطبيعه. ونستناو اللي احنا الامر الحكومي هذا مش يشمل المدخلات الاعلاف بركه، باش يشمل الاعلاف المركبه زاد. الاعلاف المركبه خاطر اسعارها خياليه زاد مقارنه بالاسعار العالميه، اسعارها خياليه. باش يتمثل الامر الحكومي شنو باش يطلب باش يجعل ماده الاعلاف مدخلاتها والاعلاف المركبه ماده اساسيه تخضع للمراقبه والتسعير. اي سامحني انا سؤالي طرح نفسه، ماده اساسيه تقصد باش يولي ياخذوا في الدعم من عند الدوله؟ لا مش دعم، اما يراقبوا الاسعار العالميه وكلفة الإنتاج، وعندهم وعندهم هامش ربح معين، مثلا ما يفوتليش 10%. معناها يقول ماذا بينا جوست فما ضغط على الأسعار وتحطوا مادة أساسية. مادة أساسية باش هامش الربح يولي كونترولي. هي توا عندنا لجنة الأعلاف، هذه لجنة الأعلاف هي تشوف الكور مونديال نتاع السوجا والمايس، وعلى ضوء الأسعار العالمية هي تحدد معناتها الأسعار في تونس. أما احنا التو من مارس احسب قضيه توا احنا توا بريسك جويليا، الامر الحكومي هذا ما تعداش عليه خاطر فما ضغط كبير. شركات هذه معناتها الربح السير ما تنجمش انت يعطيك عندك امتياز ويفكه لك ولا تسلم فيه بالسير، مستحيل هذا. وعندك زاد انا دور الاتحاد الفلاحه ما فهمتوش، انا ذكرني بالسلطه الفلسطينيه، بلغ تنديد، بلغ شجب، بلغ ترشنيه. وينك انت يا شرطينا؟ انت قاعد تدافع على الفلاح؟ اذا كان انت ما تدافعش على رسميلك، انت اذا كان ما تدافعش على رسميلك على شكون باش تدافع؟ تجي تدافع لي على الاوتيكا؟ انت موجود في لجنه الاعلاف، ما شفتش منك حتى رد فعل. وتشوف في وضعيه الفلاح المتازمه في جميع القطاعات، ومتجاج للبقر الحبوب الكل، وما شفتش كان بيانات. اعطينا موقف واضح واضرب على الطاوله خاطر الفلاح اللي تمثل فيه، فهمتني؟ وعندك حلول اخرى، احترام الكوتا، احترام الكوتا والتوزيع العادل. معناتها اذا كان انا باش نعمل كوتا يلزم حتى الشركات الكبيره تتنازل وتنقص من البرودكسيون نتاعها باش على الاقل السوق يولي ستابل والناس الكل تربح.
باش نشير الحاجه بركه اللي فما مدخلين نتاع المهنه اقترحوا عام 2016 استراتيجيه للنهوض بقطاع الدواجن. ان شاء الله ينحيوا لها الغبره من وزاره الفلاحه ويحطوها على الطاوله. باهي نشكركم الاولاد، ظهر لي هنا في الدور ما عرفش كان عندكم اضافه اخرى حاجه اخرى. لا فوالا جوست لوتاب تولي معناتها تعمل دور تلعب الدور النقابي لهنا وتمثل الفلاحين اللي ولاو هما الحلقه الاضعف كما قلنا بكري في الانتاج، ولاو معناتها داخلين في الخساره توا 25 شهر على التوالي وهما قاعدين يخسروا، دونك يلزم تتحرك في ساعة لوتاب باش تلقى لهم حل. انا نوجه كلمتي الاخرانيه ديما للمستهلك، المستهلك راه ما تفرحش برشا. اليوم كيلو دجاج ب 6000 7000 وغدوه باش تلقاه كيما العلوش ان شاء الله تاخلت عليه. عليه خاطر انت زاده مساهم بالسكوت نتاعك معناتها، وحتى الفلاح راهو هو مستهلك معناتها في الاخر، معناتها انت قضيت على الفلاح فهمتني. اذا كان انت شجعت على ممارسات هذيا وعلى وتاخذ من بلايص معينه حتى انت عندك دخل في الحكايه. أي نشكركم يا جماعة، نشكر سادة المشاهدين، إن شاء الله نكون فعلناكم، ما تنسوش تتابعونا على صفحة فيسبوك على يوتيوب، وتلقاونا كل نهار أحد في حلقة جديدة من بودكاست ملخ. ميرسي بوكو.